1200 رواية بكتبكم عن تحريف القرآن، هذا اللي وين توديهم؟ بس هدي أعصابك وركز معي. أولا مو كل هاي الروايات تدل على التحريف اللي ببالك. روايات التحريف على أقسام، منها اللي تدل على التحريف بالمعنى، يعني شرح القرآن وتفسيره تحرف، متفقين؟ اي اتفق وياك، كل واحد فسر القرآن على رأيه، جزاك الله خير. أما القسم الثاني من الروايات تدل على التحريف بالتنزيل. شنو يعني تنزيل؟ يعني هذه الآية في من نزلت؟ بعلي لو بفلان، وهاي أكيد تحرفت. هم اتفق وياك، بس هذا الكلام شو تفسره؟ ما ادعى احد انه جمع القران كله كما انزل الا كذاب. هذه روايه عن الامام الباقر في كتاب الكافي. اي بس بروايه ثانيه عن الباقر في كتاب الكافي تقول: لا يستطيع احد ان يدعي ان عنده جميع القران كله ظاهره وباطنه الا الاوصياء. هاي الروايه تفسر ذيك الروايه. القران له نزول لفظي وله نزول في المعنى. القران الموجود اليوم هو كما نزل على رسول الله لفظا، اما القران الباطني اللي هو بيان القران هو موجود فقط عند اهل البيت، وهذا اللي يتحرك. بس اكو روايات صريحة في ان القرآن محرف. هذه الروايات اللي بمعنى التحريف اللفظي ما وردت الا عن رواة اثنين او ثلاثة. صحيح بحدود الـ200 رواية وردت عن التحريف على لسان السياري، ولكنها غير متواترة لانها وردت عن شخص واحد اللي هو كاذب مغالي فاسد المذهب على لسان الامام عليه السلام. زين اتحداك تنطيني رواية واحدة تقول انه القرآن هذا كامل وما محرف. من عيوني، انتظرني بالفيديو.